أسبوع عم بيعاني مجلس القضاء الأعلى من التدخلات السياسية. ليش؟ لأن رئيس الجمهورية ما عنده ناس محسوبين عليه، لأنه نبيه بري ما عنده ناس محسوبين عليه. حركس فيك. طب حركس. ما هو جاي. جاي يحركس فيك. هو وأدي ومحمد. لا بدي يحكي مال ولا اقتصاد. شو؟ جاي على التيار الوطني. يلا يا أهلا وسهلا. ايه فوت. كيت خلصت. زقفولك. يلا. استاذ مرسي. يلا. تعرف قصة اللي في تحت باط ومسلي. تعرف اللي في تحت باط ومسلي. تعرف قصة اللي في تحت باط ومسلي. لا جبنا سيرتك ولا جبنا سيرة التيار. لا عم تجيب سيرة الرئيس. الرئيس. لحظة لحظة. هو رئيس جمهورية مش رئيس التيار. لا انت عم تجيب سيرة رئيس جمهورية. هو رئيس جمهورية كل الناس. قريرو. انا نايب. انا نايب الامة. ليك يا استاذ يا بتكون يا بتكون يا رئيس جمهورية لبنان يا بتكون يا زعيم التيار الوطني الحر. انا برايي اللي قاله استاذ اسعد بضر برئيس الجمهورية ما بفيده لرئيس الجمهورية. بس هو عم بيدافع عن رئيس الجمهورية. انا نايب الامة. انا بدافع عن رئيس الجمهورية. اذا بتطلع بتقول الدنيا شتت بالك تيار وطني حر. انا بدافع عنك لانك انت لبناني. استاذ اسعد انت جاي لتعمل اتهامات. اذا عندك 30 نايب و11 وزير ورئيس جمهورية وكل السفراء وكل المدراء العامين وكل الامنيين، طب شو بدك بعد خيي؟ نشلح ثيابنا؟ نشلح ثيابنا بنعطيهم ايه هون؟ نعطيهم لبنان ومنفل؟ شو المطلوب؟ يا حبيبي انت بلبنان شفت شو حصل مؤخرا بموضوع توافو. التعيينات لك اي توافق لك يا اسعد؟ اي توافق لك حرقتوا دينه لهالبلد بعدكم بدل توافق؟ لحظة 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 ما كنت عارف انه حركة التغيير عندها هالقد جمهور. هلا بدنا نروح هولي عندهم ممبرشيب حركة التغيير. لك يا الي يا استاذ اسعد بس بالاذن منك بس كلمة بتسمح لي بس لحظة 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 بس لاقول لك شغلة انا ما بدي زايد عليك انا ما بدي زايد عليك بس انا وقت اللي كنت واقف وبوجه السوري انت ما كنت بلبنان وحياة الله وهيدا التيار وهيدا التيار اللي انت اليوم فيه عم عبتافي انا لك يا حبيبي ورئيس الجمهورية حاكي وقت اللي اعطوالت لحظة لحظة استاذ الي قال الي محفور احد مؤسسي التيار فمن زايد علي استاذ الي استاذ الي هذا مش موضوعني اصلا ليلي يعني هلا اليوم نعم ما بدي لا ردا على اللي عم بيقوله بس معلش خلينا نرجع على صلب الموضوع تغيير لبنان قبل ما انت تفكر تفوت على التيار عم لك عم لك انا اللي اسست التيار انا اللي اسست التيار